اهلا بحضراتكم مشاهدينا، ونتحول لبعض اسئله حضراتكم على الاس ام اس رقم اخره 37. بيقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ارجو افادتي في السؤال الاتي. رجع ابي من الحج دون ان يقوم بطواف الافاضه، وقد توفي الى رحمه الله قبل ان يرجع الى مكه لاداء الطواف الذي لم يقم به من قبل، فهل يصح ان اؤدي طواف الافاضه عنه أم أقوم بإعادة فريضة الحج كاملة له؟ مع جزيل الشكر. عليه إعادة فريضة الحج كلها. كلها. كلها، لأن ده ركن، والركن ما لا يتحقق الشيء إلا به. نعم. واخد بالك؟ نعم. والراجل مات، خلاص يبقى ما حجش، يبقى نحج عنه. يتحج عنه. طيب، رقم آخر مش هقول الرقم، بتقول: زوجي هجرني منذ عامين ولا يريد العودة، ومقيم مع والدته. طلبت الطلاق لكن أهلي يرفضوا، فماذا أفعل؟ كيف أدعو الله أن يفرج كربي؟ وشكرا. تقول كده: يا رب فرج كربي، ربنا كريم. بس تقولها مخلصة كده وبعد الصلاة. نعم نعم. فإذا كانت ما بتصليش تصلي. طيب، برضو سيدة فاضلة برضو مش عايزة ذكر اسمها، بتقول إن زوجها رافض إنها تلبس الحجاب، لدرجة إن الموضوع ممكن يوصل للطلاق أو التهديد بالطلاق. الحجاب فرض. حجاب فرض بيه. بس فرض يعني بإجماع المسلمين. يعني لو عايز يطلقها خلاص يطلقها، هو حر. ما اعرفش، ما اسمعش كلامه. انا ماليش تدخل، ولكن الحجاب فرض. انا اللي عليا ان انا اقول ان الحجاب فرض ثابت بالكتاب وبالسنه، وليس هناك اي خلاف بين المسلمين حول هذا. طيب، رقم اخره 37 بيسال فضيلتك: لقد رزقني الله بطفله واريد ان اتبع السنه بعمل عقيقه، ولكن زوجي هي بتسال زوجها بيريد اتباع العادات، عايز يدق الهون ويحط 7 حبات في غرفتها وكوب زبادي تاكله قطه حتى يبعد عنها ملك الولادة على حد قوله، كما يريد إلباسها خرزة زرقاء، ما حرمانيه هذه الأشياء؟ أي تخاريف في تخاريف. ولكن تعمل له الحاجات دي في سبيل أنها تذبح العقيقة، تهوده يعني، تحط له كوبا زبادي في الأوضة وخلاص. ما تاكلها القطة ولا ياكلها العفريت، ولكن هو الراجل عايز يفرح بطريقته. أيوة. عامل ثقافه كده مختلطه مختلطه. لكن هي اللي تركز عليه انها تذبح عقيقه. طيب، رقم اخر 96 بتسال: السلام عليكم، عمل قرض لزواج ابنتي يجوز لان والدها رافض المساعده، افيدوني. نخلي المبلغ ده نسميه تمويل، نشتري بيه اللي هو المعونه بتاعت، نشتري بيه الجهاز والشوار والحاجات بتاعت البنت. يعني لما تروح للبنك، في بنوك بتدي للشوار ده، تقول لها تعالي انت عايزه تجوزي بنتك، عايزه تجوزيها في قد ايه؟ تقول لهم ب100,000، هتشتري الحاجات ب100,000، فيشتروه لها. ده بيحصل المرة ده؟ ايوه بيحصل. ايوه في نعم. أنا بس مش عايز أقول أسماء البنوك علشان ما تبقاش دعاية بنوك، وبعدين يحققوا معاك أنت. لا خلاص، يعني عايز أنقذك دي بنوك، وهتبقى الفيزيت عالية أوي. في بنوك كتيرة كده اللي هي وفي إعلانات بتتم على هذا. فالمهم الحاصل إن تروح تعمل كده، وما يبقى بيع وشراء للسلعة، وإذا توسطت السلعة فليس هناك لا اسم قرض ولا ربا. طيب مولانا، انا اشكر سيادتك جزيل الشكر. اهلا وسهلا. استمتعت باسئله حضراتكم واجابات مولانا، يعني شكرا جزيلا. يا مرحبا. جزاك الله خير. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. شكرا موصول لحضراتكم. بكره كمان ان شاء الله هيبقى معانا برضو نفس الحلقه المفتوحه. ابعتوا كل الاسئله اللي انتم عايزين تسالوا فيها فضيله الدكتور، او ان شاء الله تشاركوا معانا من بكره الساعه 5 ان شاء الله على ارقام الهاتف باذن الله، ونرد عليكم. نشوفكم على خير، الى اللقاء.